Definitely in school, بالطبع عندما كنت في المدرسة كان الوضع صعبا للغاية. كان الجميع يرفضونني وأيضا كانت ليس لدي القدرة أن أفعل مثل ما يفعله باقي التلاميذ. وكنت أتساءل دائما لماذا اختارني الله لكي أكون في هذا الوضع. ونحن نعرف أن الجميع لديه اعتقاداته وإيمانه وأنا أحترم الجميع. أنا مسيحي وأبي وأمي أخبرني أن الله سوف يعطيك مكانة خاصة. وعندما كنت طفلا لم أفهم هذا الأمر وكنت أقول لماذا أكون ذو هذه المكانة الخاصة. إذا كنت أشعر بغضب شديد وكان الأمر صعبا. وحتى اليوم في ظروف مختلفة هناك البعض الذين يشعرون بالخجل من أنفسهم. حتى الآباء في بعض الأحيان يخجلون من أن أبنائهم يجلسون على مقاعد متحركة. لا يجب أن يكون هذا هو الوضع. هذه أحد الرسائل التي أحاول أن أوصلها، أن لنا قيمة مثل أي شخص آخر. الأمر ليس له علاقة بما لديك، ولكن من أنت، روحك. هذا هو ما يهم، وأن الله يمكن أن يجعل الجميع يعرف من خلالك أن هناك قوة كبيرة. لماذا؟ الناس لا يجب أن ينظروا إلى ضعفي، ولكن سوف ينظروا إلى ابتسامتي، وسوف يقولون أن هذا رجل مختلف، شخص مختلف. إذن الشخص إذا ما ساعده إيمانه فسوف يحقق إنجازاً. أنا برضو بأصمم على يعني الحكمة المفروضة في كلامه بصراحة. وعاوز يعني أستغل الفرصة دي وأسألك، تابعت المباراة الأخيرة بين مصر والجزائر في السودان؟ شفتها كويس. Honestly, first of all, في الواقع بكل صراحة الكرة هي أكثر الرياضات المحببة إلي، وكنت قد شاهدت كلتا المباراتين وشعرت بحزن كبير بعد أن استمعت إلى أحداث العنف التي حدثت. وبالطبع أعبر عن أسفي للعائلات التي تأثرت من هذه الأحداث. الأمر مؤسف ومحزن، وأشعر بالأسف بعد استماعي إلى ما يحدث. ونصلي إلى وندعو الله لكي يحفظ مصر وشعبها وأن يتم إصلاح ما حدث. هرجع لي الإعلامية أستاذة إيفات، يعني بمسؤوليتك عن هذه المؤسسة، عن مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حضرتك بقى هو عارف ازاي يتعامل، وكان يملك مجموعة من الأصدقاء وأسرة جميلة خليته يتخطى هذه العقبات اللي قابلها من المحيطين للأسف الشديد اللي أحيانا بيستغلوا هذه المواقف. حضرتك تقولي ايه بقى للناس، رسالة كده سريعة نختم بيها حوارنا في كيفية التعامل معهم؟ حبوهم، اعرفوا ان ربنا خلقهم لغرض، وهم مش غلطة، ولا ربنا سبحانه وتعالى عمل غلطة ولا أي حاجة. ده ليه غرض عظيم من حياتهم. بصوا لهم على إنهم خليقة ربنا، وربنا بيحبهم وبيحبكم. اطلبوا من ربنا يديكم الصبر ويديكم القوة والحكمة، واسمعوا صوت ربنا في الطفل ده أو في الشخص ده. ربنا بيتكلم حتى في الشخص المعاق، بيتكلم بلغة جميلة. لو بس ادينا قلبنا وسمعنا بودننا ربنا بيقول ايه، هنحبه وهنعرف قيمته وهنتعلم منه. الشخص المعاق انا ممكن اتعلم منه كتير واخد دروس عمري ما اتعلمتها في حياتي من الحاجات العادية. سيدة إيفات البياضي الإعلامية المصرية المقيمة في أمريكا، شكرا جزيلا لك. مستر نيكولا فيوجيتش، وأرجو أن أنا أكون قلت الاسم صح، شكرا جزيلا، كنت ضيف عزيز وغالي وحكيم على شاشة صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. شكرا لكم وصباح الخير عليكم مرة تانية، وأهلا بك في مصر. مشاهدينا الكرام، صباح الخير يا مصر لسه متواصل معاكم، فقرات كتير، خليكم معنا.